هذا يسأل عن حكم الوشم، الوشم في الجلد، وهو أنه يبشط الجلد ثم يضع فيه شيء من الكحل أو غيره ويبقى لونه في الجلد، هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه من تغيير خلق الله عز وجل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فهو من كبائر الذنوب. وإذا وجد هذا في الإنسان وتاب إلى الله فإنه يعمل على إزالته، يروح للطبيب للمستشفى ويعملون على إزالته إذا أمكن، وإذا لم يمكن يتوب إلى الله عز وجل ويكفي إن شاء الله.